هل مشكل يوجد خطأ على تطبيقك الخاص انستغرام لايت؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات، ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة. هنا سوف نقوم بنزول الأسفل، نضغط على التطبيقات، نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة، نقوم بنزول البحث عن تطبيق انستغرام لايت في هذه النافذة الخاصة، نضغط على انستغرام لايت، ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق، نضغط على إيقاف إجباري، ثم نضغط على موافق. بعدها نقوم بنزول، نضغط على مكان التخزين، نأتي إلى نافذة مكان التخزين، نضغط على إدارة التخزين، نضغط على العلامة الزرقاء، ثم نقوم بالرجوع، نضغط على مسح التخزين المؤقت. ثم بعد ذلك يكفي فقط أن نقوم بالذهاب لمتجر جوجل، نضغط عليه هنا، نقوم بالبحث عن تطبيق انستغرام لايت، يظهر معك على هذا الشكل. سوف تجد هنا تحديث تضغط عليه، يتم تحديث التطبيق وحل المشكل. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو.